الاسلاميه كانت هوينه حتى ما كانت بار كون بعد بالنسبه لي انا شاكي من مراقب راعي يراقب هون فريس اكسلانس مخلوق مولانا ناقل لمولانا مع تروازه من التالبي راعي يراقب هون ومشكله يا الدوله تعرف شو تاخذوا كابيتال والله تم تقيس به الداخل والله شو شاكي منه ولا هو الحمد لله عندي من الاعتراضات بالشباب المشرف على سكوب ميديا على اني نسجل معاه فيديو نتيجه صوتيه ظهرت لي امس لاحد من الطلاب شاكي من الاستاذ راهو بعد الاستاذ ما حد غير كان من قضاء الله وقدر هي الصدفه لانه ذاك الاستاذ هو انا وحده من البارس اللغه العربيه زين في الاقصاق هذا الطالب قد تراكبت عليه ما نعرف كم من مره وجابرت معاه امس في بدايه البكالوريا في الامتياز واحد وجابرني بالصدفه قال لي ياك مالك مراقبهم قلت له غريب مراكمهم وفي قاعه قال لي في القاعه قال لي هذا يعني اللي فيه الغريب في الامر الصدف انه كان بدايه السنه في مدرسته الرازقه كل ما جابرت انا هو يقول لي الله لا راقبت علي طلع صوتي امس فيه شكوى من الاستاذ بس رغم انه ما سمى الاستاذ ولا قال استاذ لاش ولا قال اللي شاكي منه الشكوى شنو جابرت انا هو اليوم قلت له يا كان قط ضربته يا كان قط شتمته يا كان قط ضربته لا هذا ولا ذاك ما قط قلت لي كلمه خاسره قال لي غير ما تخليني نستفاد من شيء هذه هي اللي شفتي انا لك انت على كل حال هذه الشقطه مرسي يقولوا البيضان خارج واحد ساعه قالوا لانه شايف عليه والده شيء وصرب له في تقريبا خمسينيات القرن الماضي صرب له والده جماعة المسجد قال انه شايف عليه شيء قال له انه الوساه ما يسلم عليه انه يشتغل شغله النصارى قال لهم سولوا هذه شغله النصارى شنو قال لهم عنده مكان تطحين تطحن الزرع هذيك الساعه في الثقافه الموريتانيه انه ما فات عاد شايع يطحن الا في المدق والمهرج وذاك النوع والماكينه تعرف ثقافه طاري وانها شغله النصارى حالته هو شايف علي انا لاني ما نخليه يقبل شي مولو عييت نشوفه مره ما كنت نبغي نقول يخرص حد حلاه نقعدوا وحده بعد ليس الا وهو اعترف به اليوم امام الطلبه كاملين وراني بالمناسبه ما تيت مراقب عليه المزال من هذه البكالوريا ومتمني له ان شاء الله انه ينجح وانا في الحقيقه الرقابه وهون هذه السانحه لين انتهزها ياك نقول زملائنا هم شدوا الرقابه به اللي ثقافه الغش استشرت وللاسف بين الطلبه وحتى الاباء اللي انا قبل سنتين تعرضت لياس المشتم من طرف اباء في ثانويه الاقصار الجديده لانهم يقولوا لي بالعباره الواحده بكل وقاحه ما خليت تركتني تريش هذه الثقافه استشرت في المجتمع استشرت بين الطلاب والطاقم التربوي وحده هو الكفيل بانه يقضي عليها تحت لهم الوزاره فرصه انهم يقضوا عليه من اللي سنتين وانا ملاحظ ان البكالوريا كان اقل فرصه محاوله الغش فيه من البكالوريا الماضي معناها انا مع مرور الوقت قد تغير هذه النظره كان المتاح اننا لين نقبل حد متلبس بالغش في السنوات الماضيه نقبله منه ورقته ونعطوه ورقه جديده هذا ما تلو متاح فيه انواع من الغش يسمح لك وخصوصا اللي منه مرتبط بالهواتف يسمح لك انك تكتب رابور في الطالب وتطردوا وهذا يعود سدا لذريعتي يحاولوا الطلبة انهم ما يتريشوا وقد ينقض عليه لاحظت انه قد ينقض عليه وهيب زملائي قال انهم هم واحد المسؤولين اولا كتربويين وثانيا كاباء هم اباء عندهم ما يختاروا لتركة الناس ما هو ذاك اللي يختاروا لتركتهم ولا اعتقد ان فيه اب اليوم يختار انه ولو يعود ناشح بالغش بالتزوير ويتاكد الامر حين يكون مربيا نحن مطروح على عاتقنا مسالتين اساسيتين واحده انه مربين واحده انه اباء يلا نهيبوا بالمجتمع ونحن هم المسؤولين بالدرجه الاولى عن اصلاح المجتمع وخصوصا اللي الروايه فات استشرت اذا هذه السانحه ما لها نفوتها لنطلب من زملائي لانهم يشدوا الرقابه وهذا ما يعني بالضروره طرد التلاميذ ولا يعني بالضروره حرمانهم غير انهم يستفيدوا لا من ذاك المتحدثين معه ان شاء الله شكرا جزيلا.